يواجه المنتخب السعودي المنتخب باكستان في الجولة الخامسة من تصفية آسيا لكأس العالم 2026. لكي تشاهد معنا المباراة مع علي فضل الله زر لايك واشتراك بالقناة، شكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى لدي المباراة ملعب جناح ستاديوم اسلام باد باكستان، بتم الساعة 6:30 بتوقيت السعودية وقطر والامارات، والساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 4:30 بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس. وسوف تلقى المباراة عبر قناة اس اس سبورت دي واحد، تجدون اللعبة في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاص لتصل الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم وعيد في موعد قادم.